لله جتنا الفرصة ناخذ هذا التخرج الحمد لله ونحضره، ولولا الله ثم هذه المدرسة مدرسة ابن خلدون الوطنية ما كان جتنا هذه الفرصة. جدا سعيدة وفخورة بنفسي وفي كل الخريجين وممتنة للمدرسة ودولة البحرين والوالديني الله يخليهم لي. والله أشعر بالفخر والإنجاز الحمد لله، يعني بعد فترة طويلة وصلنا لهالمرحلة، واليوم يعني بحضور أهلنا ورابعنا نستانس ونفرح. كانت سنة صعبة يعني مع الجائحة بس الحمد لله يعني. أي والله استنسنا وايد، ما قصروا ويانا المدرسة، وصدق اليوم كان أحلى يوم. يعني أبي أشكر المدرسة كلها وخاصة الأستاذة ريم أحمدي ودكتور كمال عبد النور، ما قصروا ويانا كل هالفترة. الأستاذة بعد ما قصرت ويانا. سعيد اليوم جدا تخرج ابنة الجازي ضمن كوكبة جميلة ما شاء الله من خريجين مدرسة ابن خلدون، أولاد وبنات ما شاء الله سعيدين، وتعليم عالي مستوى عالي، كلنا فرحة وكلنا فرحة أنهم تخرجوا من مدرسة ابن خلدون اللي معروف أنها مدرسة راقية ومستوى عالي، وتؤهل الطلاب كلهم إلى الجامعات الراقية إن شاء الله تعالى.